فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الاستدلال على عدم جواز التقليد في العقائد بحديث عذاب القبر ونعيمه، وفيه قوله لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله؟ ما قالوا عن إيمان، يقولوا بس موافق لهم في الظاهر، منافق، هذا المنافق والعياذ بالله. وأما المنافق فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما قالوا يعتقده، إنما قاله موافقة باللسان فقط. نعم.